وأتحدى أي مؤسسة استطلاع أو بشكل نزيه أن تذهب إلى الشعب العراقي وتكشف مدى رضاه وقبوله بهذا النظام السياسي. ليس الحكومة كما يحاول البعض من الأخوان، وأنا أحذرهم، أن يحولوا الانتفاضة إلى مجموعة مطالبات. هذه بالحقيقة غسيل للنظام، هذه لوندري، هذه تقول بمعنى هذا النظام سليم ولكن تعوزه هذه المسائل 1-2-3، نقص في الخدمات ما شابه، هذا أعطال الشرعية ونظام الميليشيات يرحب بهكذا تظاهرات أنها تعطي الشرعية، يقول للعالم لاحظوا إحنا بلد ديمقراطي والشعب يتظاهر، هكذا هو المنطق يفهم. ولذلك على الأخوة الثوار الحقيقيين أن يذهبوا في بعدهم السياسي بأنه أولا إنهاء حالة التبعية، هذه ليست مطالبات سياسية، هذه أهداف وطنية، إنهاء حالة التبعية وبالذات التبعية إلى إيران، وإنهاء كل الوجود الأجنبي والاحتلالات، الاحتلال التركي، الاحتلال الأمريكي، الوجود الأجنبي الغير شرعي إلى آخره، سواء ميليشيات، معارضة، ما شابه ذلك. هذا هو البلد اللي يمتلك السيادة حتى لا يخضع للتوازنات والصراعات الإقليمية. هذا تقدر الحكومة تسويه؟ لا. يقدر هذا النظام يسويه؟ لا، لأنه هو خارج من رحم النظام.